تابعنا مع بعض منذ بدء العدوان على غزة من أكثر من 40 يوم. تابعنا إزاي إسرائيل حاولت استعمال سلاح التضليل الإعلامي للتأثير على الرأي العام العالمي وتضليل العالم. لكن لما تروح تبص على الصحف الإسرائيلية هتكتشف وتشوف مدى التخبط. حالة فعلا من التخبط ظاهرة بشكل كبير جدا في عناوين ومانشيتات الصحف الإسرائيلية وحتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تحديدا اليومين اللي فاتوا بعد اقتحام مجمع الشفاء في انتقادات شديدة جدا انه هذه العملية لم تقدم او لم تسفر عن نتائج حقيقية كما وعد جيش الاحتلال الإسرائيلي. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر واهم المانشيتات وعناوين الصحافة الإسرائيلية مع دكتور محمد عبود، استاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. منورنا ومشرفنا، صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الورد عليك يا استاذ محمد، وصباح الورد على حضرتك. الله، يوم جميل ويوم على اخواتنا في فلسطين المحتله باذن الله. يعني خلونا في يعني خلينا في البدايه كده دكتور محمد نبتدي مع حضرتك وقراءه لاهم مانشيتات الصحف الاسرائيليه. جلوبس بتؤكد بنك اسرائيل في رساله لوزاره الماليه تقليص الميزانيه لا يكفي لتمويل نفقات الحرب. لو رحنا لمعاريف، بايدن بيؤمن أن الصفقة تبادل الأسرى بتقترب. يديعوت أحرنوت بنقرأ منها كمان النهاردة نقاط الخلاف اللي بتعطل الإفراج عن الأسرى، والجيش يقتحم مستشفى الشفاء. خليني أبدأ الأول من حيث بدأت أستاذ محمد، من صحيفة جلوبس الاقتصادية، واحدة من أهم الصحف الاقتصادية في إسرائيل. وخليني أقول لك إن ما لا تفعله العقلانية قد يفعله الاقتصاد. إذا كان صوت العقل غائب عن الحكومة الإسرائيلية في إيقاف إطلاق النار وفتح المعابر من أجل إغاثة الفلسطينيين، فقد يكون الاقتصاد هو الباب الأكبر لإيقاف هذه الحرب. جلوبس النهاردة المنشأة بتاعها معذرة بيتكلم عن تقليص الميزانية الإسرائيلية والترشيد الانفاق الحكومي من أجل تمويل نفقات الحرب. نتنياهو وافق على تعديل هذه الميزانية، لكن العجز في الميزانية بلغ في أكتوبر الماضي فقط 6 مليار دولار، رقم كبير جدا جدا، بخلاف 250 مليون دولار يوميا تخسرهم إسرائيل في هذه المعركة. إسرائيل حسب الخبراء الاقتصاديين والحكومة الإسرائيلية تتوقع أن تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في غلاف غزة سوف تتكلف حوالي 2.5 مليون دولار بالظبط، ونحو 30 مليون دولار تخسرهم إسرائيل يوميا بسبب التراجع في العمل في المصانع والمصانع الإسرائيلية. السياحة نفسها في إسرائيل تأثرت بنسبة 76%. هذا ناهيك عن هروب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين من إسرائيل، وتراجع البورصة في تل أبيب بنسبة قد تصل إلى 9% حتى الآن. أيضا تراجع قوة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار، وتوقف الإنتاج في حقل الغاز تمار، وتوقف الإنتاج الزراعي، لأن المستوطنات في غلاف غزة كانت هي سلة الغذاء بالنسبة لإسرائيل. بالتالي كل هذه الخسائر الاقتصادية مجتمعة إلى جانب الخسائر العسكرية المباشرة نتيجة تكلفة صواريخ القبة الحديدية واستهلاك الذخائر يوميا في العمليات العسكرية، والخسائر في المعدات والآليات العسكرية التي تتضرر في الاشتباكات مع المقاومة. وأيضا نقطة مهمة قد تغيب عن أذهاننا، تكلفة إيواء المستوطنين الذين فروا من المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وإسكانهم. المستوطنين هناك يعني عندهم حالة من خليني أقول لك بلغة بسيطة من الدلع، فساكنين في فنادق، ما بيسكنوش في أي أماكن بسيطة، لا، فنادق وإقامة كاملة على حساب أو على نفقة الضرائب، دافع الضرائب في إسرائيل. وبالتالي ما لا تفعله العقلانية قد يفعله الاقتصاد، بمعنى أن الخسائر الاقتصادية قد تدفع إسرائيل حسب ما نراه في خطاب أو في النقاشات في البرامج التلفزيونية في إسرائيل وفي الصحف الإسرائيلية إلى التفكير جديا في تخفيض العمليات. بالأمس كان التلفزيون الإسرائيلي يتحدث عن تخفيض التعبئة العامة وإعادة عدد كبير من الشباب الإسرائيلي إلى المصانع وإلى المستشفيات وإلى أماكن الإنتاج، لأن تكلفة الحرب
على المستوى الاقتصادي أصبحت باهظة جدا، والاقتصاد الإسرائيلي مهما كانت حنفية الدعم الغربي مفتوحة عن آخرها لن يتحمل هذه المسألة في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل في الاقتصاد العالمي. طيب هارتس بتقول استمرار محاولات يهود أمريكا في الضغط على صناع القرار. أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين اليهود الأمريكيين بيؤيدوا بأغلبية ساحقة طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل أو عدوان إسرائيل على غزة. الحقيقة يعني منشط مهم جدا، لأن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة هي أكبر وأضخم جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل، وبالتالي مواقفهم من الحرب متنوعة ومتباينة بحسب هذا الزخم الشديد يعني والعدد الضخم. لكن هذه الجالية تتمتع كما نعلم جميعا بنفوذ سياسي كبير جدا وبثقل اقتصادي ليس بالهين. هذا الثقل الاقتصادي يجعلها تستطيع أن تؤثر في مسارين، في مسار تل أبيب لأن هم من أكبر الداعمين الماديين والاقتصاديين للاقتصاد الإسرائيلي، وما قلنا من دقائق الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لخسائر باهظة، كما أنهم من الممولين الكبار لحملات المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي صوت اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة صوت مؤثر جدا. من متابعتنا لما يجري نكتشف أن هناك بعض المظاهرات تخرج من يهود الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بوقف الحرب وإيقاف العدوان والإفراج عن الأسرى، لكنها ما زالت حتى الآن في أوساط يهود الولايات المتحدة ليست العدد الأكبر. لكن على مستوى المؤثرين وكبار رجال المال والأعمال فهم يثنون بالطبع على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره يعني أبدى سخاء شديدا في دعم تل أبيب منذ بداية حرب 7 أكتوبر 2023، وكمان وزير الخارجية بلينكين كان بيشارك في اجتماعات مجلس الحرب في إسرائيل. لكن يعني نقطة مهمة جدا برضو، المصالح الأمريكية قد تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية وقد تختلف، وفي الواقع يعني المشهد العام نرى التقاطع، لكن يعني ما يتم نشره في الإعلام الإسرائيلي يبين أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية كما قالت معرفة تضغط من أجل إتمام صفقة إطلاق سراح الأسرة. وبايدن خرج بتصريح يؤكد أن الصفقة على وشك الانتهاء ويتم التنفيذ، فرد عليه بنيامين نتنياهو في شبكة ABC وقال لا الصفقة يعني لن تتم، وإذا في أي معلومات فأنا هو واضح أن في تخبط دكتور عبود فيما يتعلق بأخبار هذه الصفقة. اسمح لي أروح مع حضرتك إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وانتقادات واسعة لحكومة نتنياهو من يديعوت أحرنوت في عنوان كبير بعنوان اندلاع الحرب. أضيف أكثر من حوالي 120 ألف عاطل عن العمل. التأمين الوطني قام بتحديث من 7 أكتوبر وحتى الأمس أنه حوالي 90,844 مواطن إسرائيلي ذهبوا إلى الأجازة المرضية قصراً، وتقدم حوالي 121 ألف بطلب الحصول على إعانات. إيه اللي بيحدث داخل إسرائيل من حيث الابتعاد والانسحاب من قبل العاملين والطلبات اللي بتقدم في جهاز الدولة؟ حالة من التخبط الشديد في المجتمع الإسرائيلي نتيجة فاتورة الحرب. خد بالك أن 70% من قوة الجيش الإسرائيلي هي قوة جنود الاحتياط الذين يتم سحبهم من المصانع والمستشفيات وقطاعات التعليم وإلى آخره، ويتم تجنيدهم في الجيش، وهؤلاء كل دخلهم أو مصادر دخلهم تأتي من فكرة الدوام في أعمالهم ووظائفهم. وبالتالي معظم هؤلاء الشبان الذين يجلسون الآن على الجبهة في إطار الحشد العسكري والتعبئة من أجل ضرب الفلسطينيين وما إلى ذلك يعانون اقتصاديا بشكل كبير جدا على المستوى الفردي، وبالتالي فكرة زيادة العاطلين عن العمل والضغط الشديد على الاقتصاد الإسرائيلي أدت
بشكل كبير إلى ضغط كبير موجه إلى الحكومة الإسرائيلية، ومظاهرات تطالب بإعادة الأسرى، ومظاهرات تطالب بإسقاط بنيامين نتنياهو باعتباره هو الفاشل الأكبر في هذه المعركة. ومن ثم أصبحت المظاهرات ترفع مطلبين، المطلب إعادة الأسرى، هذا مطلب إجماع في المجتمع الإسرائيلي، ومطلب إزاحة بنيامين نتنياهو هو مطلب إجماع أيضا في المجتمع الإسرائيلي. بالأمس التلفزيون الإسرائيلي القناة 12 كان بيتكلمنا عن أول استطلاع رأي بعد الحرب حول الانتخابات المبكرة التي سوف تجري بعد إزاحة بنيامين نتنياهو. هذا الاستطلاع بيّن أن الكتلة المعارضة لبنيامين نتنياهو سوف تحصل على 70 مقعدا في الكنيست، في مقابل 54 مقعد لكتلة بنيامين نتنياهو. ومن ثم فإن بنيامين نتنياهو بعد هذه الحرب كتلة الليكود واليمين الإسرائيلي سوف تحقق هزيمة لم تنلها منذ عام 77، وبالتالي نحن نتوقع بعد هذه الحرب أن تزيد أصوات التعقل في المجتمع الإسرائيلي، ويصعد يمين الوسط مدعما ببعض أحزاب اليسار، وربما من الخلفية بعض أحزاب عرب 48. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه القراءة الوافية كما عودتنا دائما، دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك.